أخوات أقول الحمد لله مثل هذه المبادرات هي إن خطابات صاحب جلالة الملك نصر الله أيده كدعم من الشباب بالنسبة لجميع الرياضة سواء رياضة سواء الكاراتي أو الشطور كجميع الرياضة أو كرة القدم فهو هذا اللي محتاج به المغرب ديالنا الحمد لله وزيدوا بهذا الشباب وخصنا ندعمهم سواء مادية ولا معنوية وباش ما كيتعطاوش المخدرات وكيتعطاو الإجراءات وهذا وأنا كنشكر بصفتي اللي توصلت واحد التعاونات دوليا كنشكرهم جزيل الشكر وإن شاء الله سأكون في عهد ديالي أي حاجة طلبوها يعني مساعدة سواء مادية ولا شي حاجة فأنا ومعاهم وكنشكر الحضور الكريم وشكرا للجميع.